مرحبا بكم أصدقاء قناة بيستو بروب. في فيديو اليوم سنواصل سلسلتنا الجديدة التي نستعرض فيها الكلمات الإنجليزية الشائعة في بيئة العمل. سأضع رابط الفيديوهات السابقة في الوصف أسفل الفيديو إذا أردت الرجوع إليها. تابعونا لتطوير مهاراتنا اللغوية المهنية معاً. الجزء الثالث عشر. إليك قائمة تحتوي على كلمات إنجليزية تستخدم في العمل مع ترجمتها إلى اللغة العربية. Corporate Social Responsibility، المسؤولية الاجتماعية للشركات. Crisis Communication، اتصال أزمة. Decision Making Process، عملية اتخاذ القرارات. Economies of Scale، اقتصاديات الحجم. Financial Risk، مخاطر مالية. Growth Strategy، استراتيجية النمو. Human Resource Management، إدارة الموارد البشرية. Sales Channel، قناة المبيعات. Strategic Partnership، شراكة استراتيجية. SWOT Analysis، تحليل SWOT. Business Continuity، استمرارية الأعمال. Cash Flow Analysis، تحليل التدفق النقدي. نلقاكم في الجزء الرابع عشر. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إذا أعجبكم الفيديو، اضغطوا على زر الإعجاب وشاركوه مع الآخرين لتعم الفائدة.